طريق علي ناصر محمد إلى الرئاسة لم يكن سهلا على الإطلاق، وسلك ممرات صعبة، لكن الحلم تحقق في نهاية المطاف. علي ناصر محمد، من جديد أرحب بك في برنامج حقائب مع أكرم خزام، وأبدأ معك بالسؤال عن أول منصب حكومي تسلمه علي ناصر محمد. في 30 نوفمبر كما تحدثنا أعلن عن قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، واختير حينها الرئيس قحطان الشعبي رئيسا لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وصدر قرار جمهوري آخر بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة أيضا، وأيضا اختير مكان المندوب السامي البريطاني في عدن مقرا لرئاسة الجمهورية في عدن. وكان القرار الرابع هو قرار تعييني محافظ للجزر. أي جزر؟ جزر كوريا، موريا، سقطرى، ميون، كمران، يعني كل جزر في المحيط الهندي والبحر الأحمر. وكنت أول محافظ قبل تعيين محافظين في الجنوب، أنا محافظ أول في ال تفاجأت من قرار الرئيس. كنت أسأل من أين نبدأ؟ لا أعرف الجزر، والوصول إليها كيف؟ وصعب، لا ما عندنا طائرات الكلام ولا عندنا سفن تصل إليها. لكن كان قرار أني قبلنا كما تأخذ حينها. انتقلت من عدن بزور صغير ذكره إلى جزيرة بريم ميون، وإلى جزيرة كمران، وإلى جزر حتى في جزر أخرى حنيش الصغرى والكبرى، هذه كانت تابعة لإدارة عدن، فزرتها في أول مرة في حياتي. جمعت معلومات عن قبل ما تحركت عن الجزر كلها بهدف معرفة عدد السكان، طبيعة الأوضاع فيها. كان الوضع كله صعب، من الوضع رغم غالب بريطانيا 119 سنة لم يقدموا شيء، لا ماء ولا كهرباء ولا طرقات ولا شيء، ما فيها جزيرة سقطرى بنجي عليها. فسافرت يعني تحركت وأنا في كمران، أحد الجزر قريب على مدينة الحديدة والصليف في الشمال اليمن. أعلن عن تعييني محافظا لمحافظة الثانية اللي هي لحج، وأنا هناك كلها. أنا لم أستكمل زيارتي للجزر، أنا بادئ في الجزر كلها. فرجعت بالبحر برضو. ماذا قدم علي ناصر محمد لمحافظة لحج؟ شوف، أنا في محافظة انتقلت أنا من الجزر كما قلت إلى محافظة لحج. كان الوضع في لحج صعب جدا، لأنه كان في لحج صراع حقيقي بين جبل قوم وجبل التحرير. مصر طبعا حتى الناس اللي كانوا في جبهة التحرير كانوا بالجبل قومية، بسبب الخلاف كان في، ما تدخل في التفاصيل، خلاف كان جبهة التحرير والجبل قومية، أدى إلى خلاف أنه المصريين اتخذوا موقف ضد الجبل قومية في مرحلة آخرة لاحقة. فكان المصريين بيدعموا الجبهة التحرير، وكان لها حضور في ذات في محافظة لحج إضافة لبعض المحافظات الأخرى، ما ننكر هذا. لكن زي ما قلت لكم الأمور حسبت على الأرض لصالح الجبهة القومية. كان عندي مشكلة عندما جيت للحج أن محافظة الحوضة لحج اللي نزلت فيها اللي فيها العاصمة، الناس منقسمين بين مؤيد الثورة والدولة والرئيس قحطان والجبهة القومية، وبين مؤيدين لجبهة التحرير. وطبعا قيادة هربوا قيادة جبهة التحرير إلى تعز، بعضهم راحوا إلى رغم أن القاهرة حينها كانت مع جبهة التحرير، مع المكاوي، مع الأسرق، لكن عبد الناصر
في الأخير اختار جبل قومية واعترف. وكان أول دولة، أول دولة في مصر تعترف بال، أول دولة في العالم ب، كان رجلا كبيرا ورجلا عظيما. المهم فجيت أنا في ذروة الخلاف كان داخل المحافظة، فكان علينا أن نبدأ حوار، الحوار بين القوى المتصارعة، لأنه نحن صعب أننا يعني خلاص الثورة انتصرت في الجنوب والدولة قامت في الجنوب، وبعدين ماذا يريدون الأخوان الآخرين المعارضين لله؟ وحتى قالت محاولة اغتيالي أنا في لكن قال بدون حاورهم حاورهم. أنا أتذكر كانت تفجر القنابل وحتى على منزلي. خفت؟ ها؟ خفت؟ لا كنت في عدن، جيت لما سمعت الانفجار في بيتي، كان بيتي جيت أجيت. طبعا المعروفين جبهة التحرير والقومي معروفين كلهم عملوا حملة على كل أنصار جبهته، اعتقلهم بالسجون. طبعا فيهم المدرس، فيهم الطالب، فيها الموظف. طبعا العاصمة هي الحوضة نعم، وهذه أنا كنت فيها سابقا مدرسا ثم محافظا. جيت سألت قالوا لي والله في قنبلة انفجرت على بيتك، ونحن شوف جمعوا لي معتقلين جمعوا في مكان. قلت لهم ماذا تريدون؟ خلنا نتحاور. جمعة التحرير انتهت، هربت. عبد الناصر رفع يده يعني فورا سامحتهم. بقول لك نعم، قلنا نحن نبني هذا البلد. دخلت في حوار معهم، والله ذكر أكثر من 100 واحد معتقلين، شغل فيهم المدرس، فيهم الطالب، فيهم الموظف، من نفس المكان اللي أنا فيه اشتغل فيه. فقلت اللي عنده سلاح يجب أن يسلمه والآن وليس غدا. وأنا أقول لكم كل من يسلم سلاح يعني عفو عنه، عفو عنه. واللي بيرفض تسليم السلاح بعضهم رفعوا يدهم، قل لك أنا عندي سلاح غدا سلاح، وتأكدوا أنه نحن من هذا الليلة نطوي هذه الصفحة، صفحة الصراع والقتال والبين، ولا يمكن يمسكم واحد بعد الآن. كانوا قيادة الجبل الغومي اللي معي اللي هتغلوا الآخرين. فبعدين بعضهم فعلا اتذكر كان لا أنسى هذا الموقف، موقف التسامح مع الناس. المهم اللي سلموا سلاحهم قلت لهم روحوا معهم سلموا وخلوا يروحوا بيوتهم يناموا بيوتهم. والله لازم نعينك رئيس لأكثر من دولة عربية. المهم بعدين المهم تروح تسلم السلاح تروح بيتك بكرة على عملك، أنا بكرة بأمرك العمل إذا ما وجدتك، خاصة مدرسين وموظفين مش مصدقين إن واحد بيعترف على نفسه وبينام في بيته مش في السجن. المهم هذه البداية التصارع والسمعنا، شعب عندنا شعب طيب. أقول لك صراحة أنت فهمان طبيعة هذا الشعب. أقول لك في ثلاثة أشياء ممكن أقولها على الشعب هذا. لما أعلننا الثورة في الجنوب الشعب قلت التف معنا. لما أعلننا الدولة كانت عندك 22 سلطنة ومشيقة وإمارة وقف معنا. أصبح من 20 سلطنة إلى سلطان وأهلها رئيس واحد. لما أعلننا بناء الدولة وقف معنا، لما أعلننا الوحدة وقف معنا، لما أعلننا مرحلة لاحقة تصالح وتسامح بين الناس سمينا في مرحلة لاحقة. شعب كان عندنا شعب عظيم، ولهذا أنا استمريت برجع لموضوع لاحق فترة، وبعدها طبعا تركت المحافظة. وماذا عن علاقة علي ناصر محمد بقحطاني الشعبي؟ علاقة رئيس طبعا أنا أول حاجة كان هو رئيسي عندما كان قائدا للجبهة القومية وأمين عام للجبهة القومية، وأنا كان عندنا انضباط صارم بالنسبة لحركة القومية العربية، وهو كان المسؤول عنا قبل الدولة أيام الثورة، كان هو المسؤول عننا، والذي نقلنا بعضك على سبيل المثال يعني كان مرينا عليه إلى حضرنا لأول مرة نحضر مصر مؤتمر القوى الوطنية، وشاركتنا في المؤتمر الجامعة أول مرة ندخل الجامعة العربية. أيضا هو الذي نقلنا إلى مدرسة صاعقة في مصر، واشتركتنا بدورة مدرسة صاعقة، درست مدرسة صاعقة أنا فيه إضافة لدورة أخرى في سلاح المهندسين في مصر. فكان هو قائدي أيام الثورة، وأيضا رئيسي بعد قيام الثورة وقيام الدولة في ال، وكانت علاقة قائمة على الاحترام كمناضل الحقيقة. الميزة إنه قحطان الشعبي يعني كان رجلا مناضلا وصادقا وشريفا ونظيفا، استمر من 30 نوفمبر 67 إلى 22 يونيو 69 لم يستفيد من هذه السلطة شيء غير أن ثبت الدولة. طبعا حصل خلاف بعدين في هذا الفترة مع الأسف ما سمي حينها بالخلاف بين اليمين
ويسار. ما كان حين هذا الموضوع اللي أدى فعلا إلى الخلافات، كان التنظير مع الأسف لهذه المرحلة الخطيرة المدمرة من قبل بعض من قيادة تحرك الهجوم العرب الخارج مش باليمن. مفهوم. فكانوا بدون ما أدخل أسماء أسئلة حد ينظروا لأنه في يمين يمثل قحطان الشعبي وفي يسار يمثل فلان آخرين. مفهوم. يعني الحركة كلمة واحدة، الحركة تقوم الآن لم تكن صادقة، لم تكن ممكن أقول أوفياء أنهم يرعوا هذا التجربة الوحيدة التي نجحت في حركة تقوم العرب، لم تنجح لا في سوريا ولا في العراق ولا في السودان ولا في ليبيا. ليبيا كان في قوم العرب ما نجحت مكان ولا في لبنان ولا شيء. معنا هنا طبعا صعب أنه يحكموا لبنان ولا سوريا، لكن التجربة الوحيدة التي نجحت هي تجربة الجبهة القومية، ولهذا مع الأسف أنهم ساهموا في تدمير هذا التجربة. ولهذا قحطان الشعبي أحد أسباب الخلافات أدت إلى أنه يقدم استغالته. هون بدي أسألك، هل صحيح أنه سالم ربيع علي قام بانقلاب ضده بكلمة واحدة؟ أقول لا، لم يحدث الانقلاب. كان في خلافات زي ما قلت لنا سميها خلافات بين قحطان وبين الآخرين بسبب التنظير الغلط. نأخذ استراحة بسيطة أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده إلى مواصلة هذه الحلقة مع علي ناصر محمد. يستمر علي ناصر محمد في تسلم المناصب العليا قاصدا بذلك الطريق صوب الرئاسة. علي ناصر محمد، أبدأ معك من تسلمك لمنصب وزير الدفاع ورئاسة الحكومة في فترة سالم ربيع علي، لك الكلام. كان تحدث في بداية اللقاء السابق أن أنا كنت محافظ الجزر، محافظ لحج، وزير إدارة محلية، ثم وزير للدفاع في ديسمبر 1969. ولا يخفى عنك أن أنا كنت شعر بهيبة أمام المسؤولية الكبيرة في إعادة بناء جيش من الصفر، ممكن أقولها. صح، البريطانيين تركنا تراث جميل يجب أن نعترف به، والنظام الإداري والمالي سواء في الجهاز المدني أو الجهاز العسكري. ولهذا نحن استفدنا من هذا التراث ومن هذه الخبرة ومن هذا الإدارة ومن هذا النظام تطويره. لكن ترك جيش بلا إمكانيات بلا سلاح بلا كفاءات إلا محدودة كاملة، وكان علينا بسبب الموقف البريطاني من النظام في عدن الذي كان يراهن على إسقاط النظام أن نبحث عن خيار آخر، عن بديل آخر، عن حليف آخر. ولهذا اخترنا الاتحاد السوفيتي، طبعا يبقى حطان الشعبي لا أقول أنه، لكن أنا ركز على موضوع التسليح على بناء جيش، وضعت خطة 5 سنة لبناء القوات المسلحة. أنا طبعا زرت موسكو أكثر من مرة لشان سواء بالنسبة للجيش أو بالنسبة عندما كنت رئيس وزراء. لكن طورنا القوات باختصار من قوات مسلحة بسلاح بدائية سلاح قربي إلى سلاح جري، وصلنا إلى صواريخ سكود آخر شيء ما أتذكر. وكان يعتبر الجيش في عدن من أقوى الجيوش في المنطقة من حيث التفوق عسكريا في التدريب في التأهيل. صح، كان عدد الجيش لا يزيد عن 85,000، لكن كان جيش قوات البرية البحرية الجوية. وصلنا لسلاح الصواريخ، كان جيش قوي، وكان أعطى للنظام هيبة ومهابة. نحن كان هدفنا أن نحمي نظام مش نعدي على أحد. لم يكن هدف من هذا أن نبني العداء على الآخرين، لكن أن نحمي نظامنا من أي دخل خارجي. وهكذا كان بالنسبة لنا. طبعا في هذه الفترة بعدها طبعا تحملت أنا مسؤولية الحكومة سبتمبر عام 71. فإضافة لعملي
في رئاسة الحكومة، واستمريت وزير الدفاع حتى نهاية 77. حصلت تطورات كبيرة في الجانب العسكري، تطورات في الجانب الاقتصادي، تطورات في الحروب بين الشمال والجنوب. هاي سموها النهضة الكبرى في عهد. هذه بداية المهم بعدين، فهذا لكن صادف هذا التاريخ. وأيضا نحن فعلا بدأنا من الدولة، بدأت تامر علينا. حصلت حرب يعني في بين الشمال والجنوب، أدت إلى أنه نوقع اتفاقية بين الشمال والجنوب، اتفاقية القاهرة عام 28 أكتوبر عام 72 في جامعة الدول العربية. فشهدت اليمن الجنوبي يعني رغم أنه أوقفنا الحروب بين الشمال والجنوب، لكن نحن ركزنا على 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 التنمية، ركزنا على الاستقرار، الطب، التعليم، الطب المجاني، التعليم المجاني محو الأمية، تعليم اللي فتحنا مدارس لأبناء البيت الرحل في، وكان الرئيس ربيع الله يرحمه هو اللي كان مشرف على هذا، لتعليم تحرير المرأة، تعليم المرأة يعني كانت نهضة يعني تعليمية في 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 طبعا توجت لاحقا بنذكرها بحملة شاملة للمحور الأمية في نهاية 84 يعني أصبح يعني نسبة الأمية في الجنوب عام 85 2%. يعني هذه بشهادة الأمم المتحدة وأيضا اليونسكو أنها أفضل دولة في الجزيرة العربية. هذا حل بعض طبعا استمرنا احنا في زي ما قلت لك الجانب الاقتصادي، بالجانب التنموي، بالجانب العسكري، ولكن لم يتركنا الآخرين قيل لنا مع الأسف أن يعني نستثمر ثرواتنا وخيراتنا، وكنا نعمل حتى نحن نبحث عن أن نوع من التعاون مع دول المنطقة، لكن تعرف كان معسكرين اشتراكي والعسكر الرأسمالي، نحن ندفع ثمن الصراع. يغيب سالم ربيع علي عن المشهد اليمني ويتسلم علي ناصر محمد فترته الرئاسية الأولى عام 78 على ما أذكر، لفترة 6 أشهر. ماذا فعلت في تلك الفترة؟ والحقيقة أننا الجيب أن أعترف أنه فترة ربيع كانت فترة يعني ممتازة، ربيع كان مناضلا جريئا وشجاعا وجماهيريا، كان لا ينام، ينزل يعني الليل والنهار يشتغل، كان ينزل إلى العمال، الفلاحين، ينزل المواطنين يعني بطريقة يعني كان اكتساب شعبية كبيرة رئيس ربيع، لكن شاءت الأقدار أنه في الأخير يترك ويستغير، وحصلت مشاكل لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن أشتغل أنه كان لعب دور كبير في بناء الدولة، وفي أيضا علاقته الممتازة كانت مع الجماهير. نحن باختصار كلنا مكملين لبعض في هذا التجربة، لكن هكذا كان أنه يعني بعد 10 سنين يترك رئاسة الدولة. في تفاصيل لا أريد أدخل فيها الآن، وأتحمل أنا بعدها مسؤولية من يونيو 78 إلى ديسمبر 78. ويأتي بعدك عبد الفتاح اسماعيل، جرت توحيد السلطات في عهد عبد الفتاح في عهد عبد 78، وقبلنا بهذا، أصبح عبد الفتاح هو رئيسا للدولة وأمين عام للحزب الاشتراكي اليمني، وأصبحت أنا نائبا للرئيس بعدما ورئيس للوزراء. في أبريل عام 80 أبريل عام 80 قدم عبد الفتاح استقالته، أنا لا أدخل تفاصيل الأسباب، لكن من نفسه قدم استقالته واختار موسكو، وعاش في موسكو من 80 إلى 85 ضيف على بناء على طلبه، وبناء حتى قبل ما غادر عدن أنا منحته وسام على وسام للثورة وكرمناه يعني، ولأول مرة يحصل مثل هذا. عادة أما الرئيس أما يسكن أما يقتل، لكن خرج معزز وكرم الله. بدأ علي ناصر محمد بتعبيد الطريق صوب البلدان العربية وخصوصا دول الخليج العربي. شوف نحن
ما حدش كان معادي للخليج. لا الرئيس قحطان الشعبي ولا ربيع ولا عبد الفتاح ولا 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 علي ناصر. لكن مع الأسف إنه بعض الدول نتيجة الصراع زي ما قلت الصراع الدولي مع عسكر الاشتراكي ومع عسكر أدى لأنه نحن نكون ساحة منطقة صراع على عدن. اليمن الجنوبي كان موقع استراتيجي مثلا عدن هو يتحكم زي ما قلت في 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 باب المندب في البحر الأحمر صحيح. في المحيط الهندي في القرن الأفريقي في جزيرة العرب احنا 340 ألف كيلومتر. لكن لهذا حتى البريطاني اهتموا احتلوا عدن واهتموا بعدن 120 سنة. فكانت عدن يعني أحد أسباب الصراع صراع على الموقع على موقع عدن. فلهذا نحن كنا ندفع ثمن هذا الصراع بين القوى الأقليمية والدول وكان لابد أن يجري انفتاح. وأقول الفضل صراحة في هذا الانفتاح كان الشيخ زايد رحمه الله. التقيت معه سأتكلم عن زيارة الأخرى في 74 ما كان عندنا علاقات لا مع السعودية ولا مع الإمارات ولا مع عمان ولا بحرين ولا قطر. كان عندنا علاقة مع الكويت. الكويت كان موقفها متميز عن صراع الدول الخليج وكانت تقدم مساعدات مشاريع مدارس مستشفيات لليمن الجنوبي. وبعد عندما التقيت مع الشيخ زايد في مؤتمر القمة الإسلامية بلاهور باكستان التقينا بالصدفة جماعتنا المؤتمر. وكيف كانت طبيعة اللقاء خاصة في ظل حضور عربي لافت؟ لا جماعنا العشاء تعشينا مع بعض فكنا في لقاء كانوا كنا على طائرة الأكل كان على يميني هو الشيخ زايد وأمامي كان الملك فيصل وكان الملك فيصل بين مجيب الرحمن وبين علي بوتوي أيام الخلافة الباكستاني. فالرئيس اسمه الشيخ زايد يقول لي لماذا سألني لماذا ليش تتعادونا لماذا لا أنتوا لا أنتوا عندكم علاقة مع إحنا أقرب لكم وعندنا أعطانا الله الثروة وأعطانا الخير وأعطانا النفط لماذا لا يعني. المهم بدأت العلاقة معه وقدم سعد دعم لليمن الديمقراطية وزار عدن وزار صنعاء. كان هذا بداية أنه أول ما حد زارنا من الخليج إلا هو أول حاجة بعد الأمير الكويت. فهذا كانت بداية حينها. طبعا أنا أتذكر كانت ثلاثة صحيح شيخ زايد. أولا قال عليك أن تهتم بعلاقاتك مع أخوانك بصنعاء. نحن كنا في قتال بيننا وبين الشمال يحصل حروب بيننا لكن وقفنا. اثنين تقييم علاقة مع عمان. عمان ما كان في علاقة من 67 إلى 82 عقبت العلاقة مع عمان. الثالث أن تهتم بعلاقتك مع السعودية وتهتم وترتاح بدل الجيوش اللي على الحدود تسخرهم لصالح التنمية. ونحن فعلا بدأتنا في هذا الانفتاح مع كل دول الخليج عملنا علاقة طبعا حلينا مشاكل مع صنعاء حلينا مشاكل مع السعودية حلينا مشاكل مع عمان. أول مرة قيمة 82 بعدين بدأنا ننفتح العالم لمصلحة اليمن أولا ولمصلحة المنطقة الثانية. لكن لما نفرط في السيادة الوطني وقرار الوطني أكيد. في نهاية الحلقة الثانية أشكرك على هذه المشاركة ونبدأ الحلقة الثالثة في علاقتك مع السوفييت. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج حقائب مع أكرم خزام بمشاركة رئيس اليمن الديمقراطية السابق علي ناصر محمد.